بدولة العراق وتحديدا بمحافظة ذي قار بالقسم الجنوبي، صارت هناك واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانية، ألا وهي جريمة البنت فواطم. فيديو اليوم راح نتكلم عن قصتها بالكامل وعن تفاصيلها الغريبة. السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد. إذا أول مرة تشوفني لا تنسى تضغط على زر الاشتراك حتى تكون واحد من أصدقائي. كالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضل وأكلته المفضلة وخلي نبلش. شهر الثاني من سنة 2020 بمحافظة الناصرية، كانت اكو بنت اسمها فواطم عمرها 8 سنوات فقط. هاي البنت كانت رايحة للمدرسة مالتها، مع العلم انه امها مدرسة بنفس المدرسة اللي تدرس بها فواطم، وبالعادة لما تروح للمدرسة تروح هي وامها، ولكن سبحان الله بذاك اليوم راحت وحدها لان امها كانت مريضة واخذت اجازة مرضية من المدرسة. فراحت البنت بشكل طبيعي للمدرسة وخلصت دوامها ورجعت. امها بالبيت تنتظرها ترجع لان تعرف وقت خروج الطلاب. انتظرتها ساعات ولكن بدون فائدة، البنت ماكو، لأنها بالعادة الساعة واحدة واحدة وربع تقريبا تطلع من المدرسة وتوصل للبيت، لأن بيتهم ما كان بعيد عن المدرسة، وأهلها انتظروها ساعة ساعتين ثلاثة ولكن ماكو. أمها راحت للمدرسة وسألتهم عن بيتها وقالوا لها داومت بشكل طبيعي وطلعت من المدرسة، يعني طلعتها صارت حالها حال كل الطالبات. بلشوا يدورون على هاي البنية وراحوا لأقاربها، ممكن تكون رايحة إلهم أو ربما راحت حتى تلعب أو رايحة للأسواق، ولكن ما لقوا فواطم. لما صارت الساعة بالسبعة بالليل راحوا وبلغوا السلطات الأمنية ودوروا على هاي البنية بالمنطقة اللي هم ساكنين بيها ولكن بدون فائدة. الأم صارت تبكي والأب المسكين انهار، يعني شيء غريب سبحان الله. بمجرد ما طلعت من المدرسة اختفت وما لقوا لها أي أثر، لا عد أقارب لا عد جيران لا بأسواق لا بمكان عام أبد. ولكن فواطم خالها كان يشتغل بالاستخبارات العراقية، يعني بين قوسين رجل أمن متمكن وعنده صلاحيات. فهنا أم فواطم اتصلت على أخوها وقالت له يرحم والديك تدخل بالموضوع، لأن رجال الأمن والشرطة دوروا عليها ولكن ما قدروا يلقوها. أريدك أن تدور ويانا بما أنك رجل أمن متمكن، أرجوك ابحث لي عن بنتي لأني راح أموت بدونها. فطمنها أخوها اللي هو خال فواطم وقالها لا تقلقين، أنا راح أبلش البحث من يمي. وبالفعل بلش واستعان ببعض أصدقائه اللي متنفذين بالأمن وبلغهم إنه هاي بنت أخويا وأنا اللي راح أقود عملية البحث. وبالفعل أسس له مجموعة وبلشوا عملياتهم وسووا أول حركة ذكية. هاي الحركة دائما رجال الأمن الأذكياء والمحنكين خلي نقول يبلشون بيها. فواطم انفقدت بعد ما طلعت من المدرسة، فراح هذا خالها اللي يشتغل بالاستخبارات لكل البيوت اللي مجاورة للمدرسة، راح دور كل البيوت والمطاعم أو المحلات، أي بيت أو مطعم أو محل بي كاميرا راح هناك وشافها. وبالفعل قدر يجمع مجموعة من الفيديوهات اللي تظهر بها فواطم وهي طالعة من المدرسة. لما جمع هاي اللقطات قدر يعرف إنه هاي البنت فواطم فعلا طلعت من المدرسة الساعة واحدة وربع الظهر. بعد ما طلعت من المدرسة دخلت الوحدة من القرى، بعدها راح لكل أصحاب المحلات اللي عندهم كاميرات واللي موجودين بالشارع اللي يودي للمدرسة وكذلك الحي اللي بعده، يعني اتبع كل الأشخاص اللي عندهم كاميرات من مدرستها لحد الأحياء والشوارع القريبة عليها. فاكتشف إنه فواطم لما دخلت للحي الثاني اللي يكون قريب نوعا ما من المدرسة، اكتشف إنه بعد ما دخلت لهذا الحي دخلت ولكن ما طلعت من الجانب الآخر، يعني دخلت بالشارع وما طلعت. وبالفعل هنا نتوجه هو والقوة الخاصة بي وراحوا على كل البيوت اللي موجودات بهذا الشارع ودخل عليهم بيت بيت وصار يعرض عليهم صورة فواطم ويحققوا ياهم ويقولهم منو انتو شنو قصتكم، يعني بين قوسين كل بيت يحقق مع اصحابه على صفحة، اول بيت ثاني بيت الى ان وصل البيت رقم 15. لما مر على البيت اللي رقم 15 بهذا الشارع اشتبه برجل كان موجود بهذا البيت. هذا الرجل كان يحفر حفرة بحديقة بيته، فمباشرة انتبه له وقال له شنو اسمك؟ قال له اسمي احمد وعمري 44 سنة وعاطل عن العمل. فقال له يا احمد انت دا تحفر بالحديقة ليش؟ فرد عليه وقال له انا بس مجرد دا ارتب الحديقة. قال له ها يعني ترتب الحديقة تحفر بيها حفرة وكأنك دا تحفر قبر؟ فاشتبه بي ولزمه مباشرة ودخل للبيت وقال له راح نفتش البيت الان. فرد عليه وقال له ما عندي مشكلة بهالموضوع فتشوا البيت بس اريد اعرف عن شنو تبحثون. فقال له نبحث عن بنت اختي وهي صورتها. فقال له لا مو عندي. قال له تمام. فلزمه المجموعة اللي ويا خالها ودخل هو حتى يفتش البيت. لما دخل للبيت وبحث بالغرف ما لقى اي شيء، فصعد للسطح مال البيت وهنا كانت المفاجأة. شاف خزان المياه او التانك اللي موجود فوق السطح، فراح تقرب منه وبهوى بداخله، وهناك شاف جثة فواطم الطفلة اللي عمرها 8 سنوات فقط موجودة داخل هذا الخزان، وكانت عارية تماما ومن مظهر جسمها كان واضح انه هي تعرضت للاعتداء. فهنا مباشرة امر جنود اللي وياه ان يلزمون هذا الشخص وياخذون
يحتضن المركز الأمن. بعدها رجال الأمن أخذوا هاي الجثة وودوها للطب الشرعي، وأثبتت التحاليل فعلا أنه هاي البنت تعرضت للاعتداء والقتل عن طريق الخنق. فانتشر هذا الخبر بكل مكان. بعدها بلشوا التحقيق ويا أحمد، فقلهم أنا راح أعترف لكم، صحيح أني كنت ناوي أدفنها ولكن مو أنا اللي اعتديت عليها وقتلتها وإنما أخوي. قالوا له وين أخوك؟ قالهم أخوي مختل عقليا. واكتشفوا فعلا أنه أخوه بوقت حصول الجريمة كان موجود بذي قار، لأن بوقتها كانت موجودة مظاهرات بالمحافظة، ولكن وقت الجريمة هذا أخوه المتخلف عقليا ما كان موجود بالبيت وإنما موجود بالمظاهرات. فتبين لهم متيقنة 100% أنه المتهم الرئيسي بهاي الجريمة هو أحمد نفسه مو أخوه، يعني بين قوسين جريمته حتى المختل عقليا ما سواها. المهم بلش بالاعتراف بالتفاصيل وقال لهم أنا خطفت البنية واعتديت عليها، وأنا أتعاطى وأشرب الخمور ودائما أقعد بباب البيت بوقت الظهر. فذاك اليوم وأنا قاعد هناك شفت هاي البنية اللي اسمها فواطم واللي كان عمرها 8 سنوات فقط مرة بجانب بيتي. لما مرت من جانب البيت شافت الحديقة مالتنا كانت موجودة بيها شجرة السدر أو النبق، فوقفت يم هاي الشجرة وصارت تاخذ لبق وتلمه من القاع حتى تروح تغسله وتاكله. فيقول لما شفتها خليت ببالي انه اعتدي عليها ولكن ما كنت مخطط اني اقتلها. فيقول هنا قلت لها شنو رايك تجيني وياي للبيت حتى انطيك كيس كبير مليان نبق. فوافقت بالفعل ودخلتها وياي للبيت. فقلت لها تعالي خلينا نصعد فوق السطح، لان فوق السطح اكو غرفه انا هناك اخلي بيها اكياس النبق. وبالفعل صعدت وياي البنيه على نيتها ودخلتها وياي للغرفه اللي موجوده فوق السطح. ولما دخلها هذا المجرم للغرفه نزعها كل ملابسها واعتدى عليها، وكانت فواطم تبكي وتتوسل بي ان يعوفها. الله يخليك خلي اروح لبيتنا اريد ابوي، ولكن بوقتها كان غائب عن الوعي بسبب تعاطي وشربه للخمور. فاعتدى عليها وتركها بالغرفه وهي منهاره وقالها لا تتحركين لا اذبحك. سد عليها الباب ونزل مره ثانيه للشارع ووقف بباب البيت وشاف انه اكو احد منتبه له بالشارع ومنتبه لتصرفاته الغريبه. فرجع مره ثانيه للبنت واعتدى عليها مره ثانيه، واستمر بهالموضوع من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 8 بالليل. لما صارت الساعه 8 وشاف هاي البنيه تبكي ومنهاره قال لازم اتخلص منها. بعدها سوى شيء بقمه الحقاره واللا انسانيه، لزم هاي البنت من رقبتها وصار يخنق بيها، ويقول استمريت بالضغط على رقبتها لمده 5 أو 6 دقائق ورغم هذا هاي البنيه ما ماتت. يقول حاولت قد ما اقدر اضغط بديه ولكن هاي البنيه رافضه تموت، وما عرفت بوقتها شلون راح اتخلص من يمها. الى ان انتبهت لوجود سلك كهربائي بالغرفه، فاخذ هذا السلك الكهربائي او الواير ولف على رقبتها وصار يجر حيل ويخنق بيها. استمريت على هذا الجر والخنق الى ان تاكدت انه ما بقى بيها اي نفس. ويقول بعدها شلتها وشمرتها داخل خزان المياه اللي بالسطح. يقول شمرتها هناك حتى اروح وانزل للحديقه واحفر لها حفره وادفنها بيها، ولكن لما نزلت للحديقه ما كان موجود عندي كرك حتى احفر بيه. انتظرت هذا اليوم يخلص وبقيت لليوم الثاني ورحت اشتريت كرك ورجعت للبيت وبديت احفر بالحديقه الى ان اجى خالها اللي كان يسوي عمليه بحث عنها، وهنا اكتشف القاتل احمد اللي عمره 44 سنه. بعد ما انتشرت القصه انتشار رهيب وتاثر كل اهالي ذي قار بهاي القصه، انتشرت صوره المجرم واللي هو هذا الحلاق القاتل احمد. ولكن هاي الصوره اللي انتشرت ما كانت صوره احمد نفسه، لان اخو احمد اللي كان يقول عنه انه شخص مختل عقليا بالحقيقه ما كان مختل عقليا وانما سليم وما بي اي شيء. وقالهم يا ناس يا جماعه الخير ترى هذا مو اني، هذا اخوي القاتل، اني ما لي اي ذنب واعيش بمنطقه ثانيه بعيده عنه، انا متزوج وعندي ابناء وبنات واخاف على ابناء الناس مثل ما اخاف على ابنائي، ومستحيل مستحيل ارتكب هاي الجريمه اللي سواها اخوي. وما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عليه وان شاء الله يحكمون عليه بانهاء حياته، لانه هو اللي قتل هاي البنيه المسكينه. وبالعكس انا ما ادافع عنه وانما هاني مع اهل هاي البنيه ومتضامن وياهم، لان اللي يسوي هيك فعل هذا مو انسان وانما حيوان حقير وما يستحق يعيش ويتواجد بهاي الحياه. انا حسين الحلاق منزلين عليها مناشير بين انا مرتكب جريمه مال فاطمه. انا حسين الحلاق، انا ظالميني بالصور، المجرم هو اخوي، وانا الاخوه هيك اخوه انا ما اريده، لان هذا الاخو هذا زباله، الزباله اهون من عده، واتبرى من هيك ما اذكر اسم الاخوه بيناتنا، هذا واحد ندب، هذا واحد زباله، انا عندي بنات، عندي ولد، عندي شباب، زين، فانتم لا تظلموني انا ومنزلين مناشير عليه. وانا مو انا المرتكب الجريمه وانا بريء من هيك جريمه. فانتم خليوا الله بين عيونكم ولا تظلمون الناس، فانا هم عندي بنات وعندي نسابه، ومو كل واحد يسوي جريمه يدبونها براس اخوه، اخوه شنو ذنبه؟ انا عندي عائله، فارجو من عندكم تنشرون هذا
شاركون هذا المنشور. وبس يا أصدقائي، هذا كل اللي كان عندي في فيديو اليوم. إذا عجبكم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وكذلك تتابعونا على الانستغرام. أخوكم عبد الخالق، سلام.